ليلة كبيرة جدا، أجواء مثالية جدا كما يقال، جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. والآن مع النشيد الوطني للفريق الآخر. بداية أحداث اللقاء، بول بوغبا، لوكاس هرنانديز، تشاوميني، بول بوغبا، لوكاس هرنانديز، محاولة للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. كونكو، الكرة ملعوبة من مسافة، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. كونكو، تشاوميني يحاول أن يلعب كرة بينية، ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية تتحول إلى ركنية بعد ذلك. والكرة تجاوزت الخط هنا. تشاوميني عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة، يفضل العودة بالكرة. هجمة مرتدة الآن. كريتشوفياك، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. إنكونكو، لمسة على اليسار، بيدناريك، غولو كانتي،
نتيجة سلبية مع اقتراب الشوط الأول من نهايته. كرة تمر بسلام على المدافعين. زيلينسكي. بول بوجبا. بول بوجبا. يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. بابي كان على وشك استغلال هذا الخطأ. لم يكن منتظر بالمرة. سجلوا الهدف وانتهى الشوط الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. فرنسا يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كريم بنزيما. بيدناريك. غليك. كريتشوفياك. زاليفسكي. يا سلام على المرور على انطلاقه من الجهه اليسرى. الله على هذه المهاره. تلعب كره، كره راسيه. رافائيل فاران يبعد الكره. كليتش. اوه الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطا. يا له من تصدي من حارس المرمى ليفاندوفسكي. نعم نعم حاول ان يسجل لكن واجه حارس غير عادي، تمكن من صدها من ردة فعل غير عادية. بول بوجبا ويسدد. الكرة اللي كانت مرتفعة قليلا عن الارض ولكن ايضا تعامل ممتاز من جانب حارس المرمى. قام بعمل رائع في التحضير من اجل التسديدة لكن في النهاية لم ينجح في وضعها في الشباك، كان يحتاج الى دقة اكبر. الى خارج ارضية الملعب تحولت الى رمية تماس. يتوقف اللاعب في هذه الاثناء مع ايضا مع اجراء تغيير. كم يحتسب رمية جانبية بمبدأ الأمان يعود بالكرة. فرنسا يتقدم بهدف متأخر في الشوط الأول. هدف مقابل لا شيء الآن. يبحث عن المهاجم.
هولندا مستعجل بعض الشيء امام المرمى. الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتاكيد. ليدر يحتسب الحكم ركله حره. تشاوميني. فرنسا يحاول استهلاك الوقت المتبقي هنا. تشاوميني تغيير لاعب على الأجناب. انطلاقة من جهة اليمين. يتفوق. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم. كان يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة. ينجح في لعب كرة عرضية. زيلينسكي بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن